بيوت الله تعالى المساجد لها تعظيمها واحترامها وتكريمها. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أذن الله بمعنى أمر الله. في بيوت أمر الله تعالى عباده أن يعظموها ويرفعوها ويكرموها ويحترموها، لأن فيها موضع العبادة، موضع السجود، موضع التذلل، موضع التقرب لله عز وجل. هذه البيوت المكرمة المساجد ينبغي علينا كمسلمين حيث كنا أن نحرص على أشياء عديدة تتعلق بها. أولها السعي في عمارتها حساً ومعنى. أقول السعي في عمارتها حساً ومعنى. في مثل أحيائنا الحديثة هذه تقل المساجد بشكل عجيب، على عكس ما كان عليه حال آبائنا وأجدادنا في الأحياء القديمة. كلكم لا بد أنه قد زار الأحياء القديمة أو كان منها من سكانها، يجد بين المسجد والمسجد مسافة قصيرة، لا يخلو حي من عشرات من المساجد. أما أحياؤنا الحديثة فلا تخلو من مصفات للسيارات ومواضع للشجرات وأشياء كهذه. أما المساجد فهي قليلة، حي كحينا مساحته بهذه الضخامة والكبر، بالمقابل ليس فيه إلا ثلاثة أو أربعة مساجد، اثنان منها صغيران بالحجم يعني. عجيبة أحياؤنا الحديثة ثلاثة وأربعة على هذا المنوال. كيف تطيب أنفسنا أن نبقى كذلك؟ لا أدري. يجب علينا سعيا حثيثا في كل مكان نجلس فيه نوجد فيه أن نسعى في عمارة المساجد. والآن نتكلم عن عمارتها الحسية مثل حينا هذا وأشباهه. ينبغي علينا جميعا أن نسأل، أن نتابع، أن ننظر. أن ننظر، أن نبحث عن من يستحق أن يساعد في هذه القضية في بناء بيوت الله تعالى ونشجعه على ذلك. أن نشجع نحن، إن كان بمال فبمال، إن كان بكلام فبكلام، إن كان بجاه أناليم مكانة عند الناس يستجيبون لقولي فبجاه. عجبا لأناس يزعمون أنهم مسلمون ثم يقولون: نحن المساجد لماذا تبنى؟ ما الفائدة من بناء المساجد؟ يزعمون أنهم مسلمون. أول عمل قام به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المنورة بناء المساجد، أن بنى مسجده الشريف. أول ما يدخل الصحابة إلى بلد يصنعون أن يبنوا مسجدا. لما دخلوا مدينتنا حلب دخلوها من باب أنطاكية، باب أنطاكية لا يزال قائما إلى الآن، فيه أول مسجد في مدينتنا، لعلكم سمعتم هذا مني، مسجد الشعيبية، مسجد التودة، المسجد العمري، المسجد الغضائري، كلها لمسمى واحد، مسجد الأتراس. نعم، وضع الصحابة أتراسهم في هذا المكان وصلوا ثم أنشأوا مسجدا لله عز وجل. سبحان الله. أحياؤنا هذه عطشة لبناء مساجد جديدة، عطشة. سبحان الله. كل حي من أحيائنا، كل حي واحد أو كل شارع من شوارعنا يعدل عشرة أحياء قديمة، عشرة حارات قديمة، وسكانه يبلغون عشرة سكان، يبلغون مقدار عشرة أحياء قديمة من السكان. أين المساجد فيها؟ بل أتساءل أين يصلي هؤلاء الإخوة الكرام صلاة الجماعة؟ أعجب، أهم لا يصلون أصلا؟ أم يصلون في بيوتهم؟ أم ماذا يفعلون؟ سبحان الله. قالوا لي إن هناك أرضا مخصصة قريبة من المسجد. نعم، لي مخصصة لمسجد لم تبنى. طيب ألا يسعى أحد فيها؟ أمر عجيب. لا أخصص حينا هذا، بل عموم أحيائنا الجديدة، ونحن لا نزال مسلمين ولله الحمد، ما كفرنا ولله الحمد، ولا بدلنا ولا غيرنا ولا انسلخنا من ديننا ومبادئنا وعقيدتنا. فكيف تطيب أنفسنا أن لا توجد مساجد في أحيائنا؟ يقول قائل: أنا ايش بطلع بإيدي؟ كما قلت، قد لا تكون غنيا، لا تكون صاحب سلطة، لكن تعرف الأغنياء،
تعرف أصحاب السلطة، فقل لهم مثلا يا أخي اسعوا في بناء المساجد في أماكننا الحديثة، بادر إلى ذلك يكن لك الأجر العظيم. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص أو كمفحص، حسب الألفاظ، قطا بمعنى بيت تجلس فيه القطا ما يشبه الحمامة، يعني ماذا يتسع هذا؟ هذا لا يصح أصلا، لا يستطيع الإنسان أن يكون مصليا فيه. هذا تشبيه نبوي أو إشارة نبوية، مهما ساعدت في بناء المسجد، مهما كان المكان صغيرا فلك الأجر. قال تتمة الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. سبحان الله، فالأمر عظيم يا أيها الأحبة. بناء المساجد أمر ضروري جدا. أين يتوجه الناس للدين؟ في المساجد. أين يشجع الناس على الصدقة للفقراء؟ في المساجد. أين تشحن همم الناس للطاعة، للرحمة، للتواصل، لصلة الرحم، لبر الوالدين، لأعمال صالحة، لأعمال طيبة؟ في المساجد. لذلك من مدة لعل بعضكم يذكر قلت إن كلمة متداولة ينسبونها زورا إلى الشيخ الجيلاني رحمه الله، الشيخ عبد القادر الجيلاني، يقولون: لقمة في بطن جائع خير من عمارة جامع أو ألف جامع. هذا كلام مكذوب، لم يقله لا الشيخ عبد القادر ولا أي إنسان، ولا يقوله مؤمن أصلا. كما قلت، أين نشجع المسلمين على إعطاء الفقراء؟ وين؟ في الشوارع ما شاء الله نشجع؟ في المساجد نشجعهم على إطعام الفقراء في المساجد. أين يأتي الناس ليسمعوا نصيحة نقول لهم مثلا؟ العلماء، المعلمون، المدرسون، الشيوخ، يقول مثلا: صل رحمك، يتذكر، يتوب إلى الله، يقول: فعلا أنا قطعت رحمي، سأصلها. أين يحدث هذا؟ في المساجد. أين يشجع الناس على طلب العلم، على تحصيله، على قراءة القرآن، على تحصيل أنواع العلوم؟ في المساجد. أين يوجه الناس إلى حسن الخلق، إلى الترابط فيما بينهم؟ في المساجد. فهذا الذي يقول لقمة في بطن جائع فليسكن، أعوذ بالله من هذا. وكثير من الناس يصدقونه. إيش يصدقونه؟ لما بني مثل هذا المسجد تماما، بعد تكلفة بنائه ما الذي سينفق؟ أشياء يسيرة، إصلاحات خفيفة، ثم قد يبقى آلاف السنين، مئات السنين، فلا يزاد ولا ينقص. فهذا المبلغ الذي أريده وضعته في هذا المكان، ثم ليس هناك أي شيء آخر إلا القليل. أما الطعام والشراب فإنه يتكرر كل يوم، سبحان الله. فأنا أتصدق على الفقراء بشكل مستمر، أما المسجد فإنني لا أتصدق له إلا مرات معدودة. لماذا؟ لأن بناءه وتأصيل أساساته يحدث مرة في العمر، سبحان الله العظيم. أحبتي، هذا أمر عظيم. عمارة المساجد حسة، حسة، فضلاً عن عمارتها المعنوية بالدخول إليها والصلاة فيها وذكر الله فيها والتعلم والتعليم وما إلى ذلك، فهذا أيضاً أمر عظيم جليل، وهو أعظم من الأول، لكن الأول جليل. أن أجعلها نظيفة مطهرة، بل هذا الأمر، عمارة المساجد الحسية ما عدا المعنوية، وظيفة الأنبياء. قال شلون وظيفة؟ قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت الحرام، لماذا؟ لأنه مسجد يصلى فيه، يتعبد لله تعالى فيه، فهي وظيفة الأنبياء رفع المساجد وعمارتها. رزقنا الله تعالى جميعا أن نكون مساعدين في عمارة المساجد حسا ومعنى.